السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الميت بيشتكي من وجع في القلب. لو رأيت الميت بيشتكي من القلب بيدل على إن الحالم ربما يسمع أخبار سيئة، والأخبار دي ممكن تتسبب لك في ألم نفسي. يعني خلال أيام هتسمع أخبار سيئة لو رأيت الميت بيشتكي من وجع في القلب، لأن هنا القلب هو مصدر النبض، مصدر الحياة. فلو أي إصابة في القلب خلاص انتهى الإنسان، صابوا الهموم كلها. فرؤية إن الميت بيشتكي من وجع في القلب يدل على وجود مشاكل عاطفية في حياة صاحب الحلم تلك الفترة، والله أعلى وأعلم. الميت بيشتكي من قلبه. طب هو الميت هنا ملوش دخل؟ ما هو له دخل. الميت هنا ربما يكون محتاج منك أنت صدقة، ولكن لو رأيت الميت إن هو مش محتاج بصدقة، وميت بقاله آلاف السنين والحمد لله، والله خرجنا له صدقات كتير، وجه قبل كده وكان مبسوط وفرحان وزي الفل، وبيدل على انه هو مرتاح في قبره، ولكن المرة دي لانها بيشتكي من وجع في قلبه. يبقى الرؤية دي هتخص الحي مش هتخص الميت. يبقى هنا الرؤية بتدل على انك انتبه، لان لو حصل لك صدمات عاطفية في حياتك ما تستغربش. هي الرؤية دي بتدل على ان انت يعني خد حذرك، ما تتضايقش لما يحصل لك كده.